صدى هذا التتويج او هذا الانجاز القياسي للشناوي خلى وكاله الانباء الاسبانيه في نسختها العربيه بتقول محمد الشناوي يدخل تاريخ الدوري المصري برقم قياسي. لاعبوا الاهلي ينظمون حفلا لتكريم محمد الشناوي، اعتقد شفتوه حضراتكم فرحه لعيبه الاهلي بزميلهم محمد الشناوي بتحطيمه هذا الرقم بانفراده بهذا اللقب، وان شاء الله يكون عنده فرصه لتعزيز رقمه القياسي.